السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back with Inas Al-Qurashi. إن شاء الله اليوم we will discuss Unit 5, Lesson 2, Working from 9 to 5, Grammar, pages number 70 and 71. إن شاء الله we are going to learn how to build a sentence with a stress of on action. رح نتعلم كيف نسوي جمل وكيف نأكد على نفس الحدث الأكشن. Use the best form of verb with subjunctive. راح نستخدم الفعل اللي في التصريف الأول الأصل مع subjunctive. Use I'd like, I'd like and I want to. راح نستخدم الصيغة الصحيحة I'd like و I want to. Number one, build a sentence with a stress on an action. What is the difference between these two sentences? He usually finishes his work on time. It's imperative that he finish his work on time. لاحظ إنه الفعل في الجملة الأولى finishes في لها ES. الفعل في الجملة الثانية finish بدون الـ ES الـ past form هنا الفعل في الأصل. أي جملة تبدأ بـ it is imperative هنا بيأكد على الـ action، لازم الـ action الفعل نفسه يكون مجرد بدون أي إضافة. يعني المفروض هي الجملة الصحيحة he usually finishes his work on time، هو دائما معتاد على انتهاء العمل في وقته، يعني هذه عادة، يعني زمن مضارع بسيط، أي شيء معتاد على فعله روتيني نستخدم المضارع البسيط. لكن لو بأكد على نفس الأكشن على نفس الحدث أقول it's imperative، نبدأ الجملة that he finish، بدل finishes حصير finish لأن هنا أنا بأكد على الحدث نفسه، نستخدم الفعل في التصريف الأول. The subjunctive to stress the importance, urgency of action. هنا بنأكد على الفعل نفسه، على الحدث نفسه، على أهمية الفعل. It is important that she see a doctor. من المهم إنها ترى الدكتور. طيب لاحظي انه سي بدون الاس جاء الفعل مجرد لاني انا عندي مهم جدا انها تروح للدكتور، اذا هنا الاكشن الفعل نفسه راح اخليه مجرد. اي جملة تبدأ لك ب it is important, it is imperative، الفعل حق الجملة الاكشن نفسه خليه مجرد اللي بعد ذات. The subjunctive uses the past form of a verb. Subjunctive تستخدم الفعل في التصريف الأول فعل الأصل. The manager insists that he work late. كمان الجملة لو فيها إنك تخبرين عن شيء زي كلمة استخدامك للفعل insist يصير على، هنا برضو الفعل work لازم يكون مجرد. هي مجموعة أفعال ومجموعة بدايات phrase في بداية الجملة، زي ما هي موجودة في الكتاب لازم تنحفظ، إذا شفتيها على طول الفعل اللي في الجملة اللي بتقولي لنا عليه لازم يكون مجرد. It is important that، شوف بدأنا it is important that the manager insists that، لا تنسين كلمة that. You be بدل was و is و am و are، where حطينا بدالها كلمة be لأنه لازم يكون الفعل مجرد. It is important that you be at the meeting. من المهم أنك تكونين في الاجتماع. هذا الفيرب أو الإكسبريشن يعني أنها تجيني فعل زي فعل insist، أو تجيني تعبير إكسبريشن زي it is imperative, it is important, it is essential. بعدها كلمة ذات وبعدها الجملة نفسها فيها subject، بعد subject تجين الباس فعل مجرد.
build a sentence with stress on action. Fahad finishes his work in time. فهد انتهى من واجبه على الوقت. طيب أنا هنا بأكد إنه فهد بنتهي على الوقت. إذن هنا الفعل نفسه حق الجملة الأساسية finishes لازم يرجع لمجرد. It is important من المهم جدا that فهد finish his work on time. إذا بدأت لك الجملة من يوم تشوفي في الاختبار It is important that على طول بعد السبجكت هنا السبجكت عندي فهد بعدها على طول لازم يكون الفعل مجرد finish كانت finishes رجعتها للتصريف الأول وصارت finish علي is not usually late for school علي دائما ما يتأخر على المدرسة I recommended أنا بس عندي توصيات أو بأوصي that علي not be late for school لاحظي ان الجملة اساسا الجملة الاساسية نيجاتيف منفية فيها is not فيها not طيب بعد بداية الجملة اي جملة تبدأ لك I recommended that بعد that حننزل السبجكت اللي هو علي بداية جملتنا الاساسية بعدها is من يوم تشوفي is are am was where على طول تاخذي be هنا عندي isn't منفية إذن be حنخليها not be ونكمل الجملة زي ما هي late for school I recommended that علي not be late for school For school. He requested that هو طلب شوف الفعل عندك requested that the car park شوفي المفروض park يكون فيها اس بس عشاني أنا بأكد على الفعل نفسه على الحدث نفسه إذن هنا الفعل لازم يكون مجرد He requested that the car park not be locked at night. It is important that you stop. شوف stop الفعل مجرد. يعني الفعل requested. والexpression it is important. It is essential. It is imperative. كمان عندنا الأفعال requested عندك الفعل insist هذه كلها إذا شفتيها في الجملة وجاكي بعدها فعل ثاني بعد السبجكت على طول الفعل يكون مجرد شوفي park وكمان عندنا stop I suggest كمان من الأفعال عندك suggest that Lisa write the article suggest بمعنى يقترح That Lisa write an article or the article كتبت المقال هنا لاحظي إنه write الفعل مجرد التصريف الأول The subjunctive The manager insists that he work late هنا عندك suggestions اقتراح وعندنا subjunctive اللي هي جملة that that بعدها subject work الفعل في المصدر اللي هو التصريف الأول A special use of the verb a verb that we use by say something is recommended يعني زي ما تقولين اقتراح أو توصيات هنا تستخدمي أو شيء مهم جدا very important when we make suggestions about what people should do لما تقترحي إيش لازم يسووا أو بتوصي بشيء أو بتقولين شيء مهم هنا لازم الفعل يكون مجرد في الجملة الثانية شايفها work هنا الفعل مجرد ما أضفنا له اسم مضارع When making suggestions about people should do لما تسوي اقتراح على أشياء لازم الناس يسوونها use a suggestions verb استخدمي أفعال الاقتراح such as The manager insists that he work late. Insist هنا بمعنى يصر على أو يقترح ب he work late. لاحظ إن work الفعل مجرد. عندنا الأفعال recommended, suggest, ask, argue, insist,
هذه كلها الأفعال إذا جات في بداية الجملة وجاكي بعدها فعل subject that وبعدين subject وبعدين الفعل، لازم يكون الفعل مجرد. ممكن نقول the manager asked، أو نقول suggested، أو نقول argued، أو نقول recommended، أو ممكن تقولي تستخدم الفعل الثاني مجرد. Use the past form of the verb with subjunctive. زي ما قلنا نستخدم الفعل في التصريف الأول مع subjunctive اللي هو لما أبغى أقترح على الناس يسووا حاجة أو أوصي بشيء أو أقول شيء مهم. طيب subject my teacher، الاقتراح insist that، ممكن أقول recommended that، أو أقول suggested that، اقترح أوصى أصر على. السبجكت شوفي من بعد ذات على طول يجيك الفاعل يو هي أيا كان الضمير وي رايت. لاحظ السبجكت الفعل مجرد رايت مجرد التصريف الأول help me write an essay اكتب مقال help me ساعدني use the book استخدم الكتاب be at the class يكون في الفصل always use the past form of the verb دائما نستخدم الفعل المجرد ما نستخدم الأفعال بالإس أو بالING أو بالED أو يكون قبلها must أو should أو can أو نستخدم الأفعال المساعدة are, is, am, was, were قلنا نستخدم بدالها الفعل be you can also use a suggestion expression to express something should be done or must be done such as it is essential, it is necessary, it is important, it is imperative. لما تبي تقترحي على أحد إنه في شيء مهم يسويه أو شيء لازم ينتبه له هنا نستخدم هذه التعبيرات it is essential, important, imperative, necessary كلها بمعنى ضروري أو يوصي به أو يقترح إنه من المهم عمل هذا الشيء should or must يجب عمله it is essential that you brush your teeth من الضروري أن تفرش أسنانك طيب that بعدها جان السبجكت يو برش الفعل مجرد it is necessary that you sleep early من المهم أو من الضروري إنك تنام بدري بعد يو جاك sleep الفعل مجرد expression it is شوف بدأ الجملة ب it is بعدين أحط يا essential أو necessary تحفظ الفريز نفسه it is essential ممكن تبدلينها ب it is necessary ممكن تبدليها it is important that it is imperative that negative subjunctive تعلمنا على البوزيتيف اللي هي it is essential أو important دحين نشوف النيجاتيف الصيغة المنفية my teacher use not before the best form تذكر الجملة اللي قبل شوية قلنا هي isn't عشان أخليها فيها اقتراح أو أوصي بشيء أقول that you مثلا أو he be not be نضيف not قبل الفعل my teacher suggest that I don't write an essay حتصير إيه not write خطأ don't حتصير بدل don't حنشتبه do حنخلي not هنخلي الفعل مجرد يعني بعد ذات هنستخدم السبجكت أي إن كان الفاعل I she he بعدين not وبعدها الفعل مجرد علي insists that I shouldn't use his phone not use خطأ shouldn't لازم تكون not وبعدين use هنا بنهى عن فعل شيء correct the errors في أخطاء. I recommend that you talk about your skills. لاحظي إنه الجملة فيها recommend.
بعدين جانا الفعل talks، قلنا عشان لما استخدم I recommended هنا الفعل لازم يكون مجرد، بدل talks حصير talk، حنشيل الاس. Number two, it is important you write your name at the top. لاحظي ناقصنا ايه؟ كلمة ايه؟ that. It is important that you write your name. Number three, father asked that we don't eat junk food. احنا قلنا لما يكون نيجاتيف نحط بس not قبل الفعل ونشيل اي اضافة، بدل don't eat not eat. Number four, mother requested that they studied. لاحظي studied الفعل غير مجرد، لازم تكون study. Teacher insists that the project is handled by Monday. Is حصير be handed، السلم على المونداي. قلنا إذا شفنا is وام وار واز وير نشيلها ونحط بدالها be. Rearrange to form a sentence، رتبي عشان نسوي جملة. That answer all the questions. It is necessary I. دائما نبدأ بالexpression it is necessary، بعدها that، بعدين السبجكت I الفاعل هو أنا. Answer all the questions، أجاوب على كل الأسئلة، من الضروري إني أجاوب على كل الأسئلة. Argues a lot of water doctor that I that drink. Doctors argues that I drink a lot of water. لازم نشرب الكثير من الماء، هذا يوصية الدكاترة. Doctors argues الفعل that، بعد that أحط السبجكت، بعدين الفعل مجرد وتكملة الجملة. Use I'd like I want to correctly. I want you. I'd like to help with the this project. أود مساعدتك في هذا المشروع. I want to finish the report this afternoon. أبغى أخلص الريبورت، التقرير هذا المساء أو الظهر. Phrases used to express a desire that someone or do something. لما تكون عندي رغبة أبغى أساعد أبغى أسوي حاجة، هستخدم التعبير I'd like أو I want you. لاحظي إنه بعد I'd like يجين الفعل مجرد، و I want you to يجيني برضو فيها الفعل مجرد. I'd like you to writing. To writing خطأ، to write تاخذي to بعدين الفعل مجرد. I want you to tell me، أول شيء you بعدين to والفعل مجرد. طيب نشوف ترتيب الجملة. I'd like بداية الجملة، I'd like you، هذا تحفظين هالفريز، أنا أتمنى منك أو أنا أحب إنك. I want you أو أنا أريد منك، نحط to وبعدين الفعل مجرد. To help, to finish, to write, to tell. To tell me the problem، تخبرني عن المشكلة. Rearrange the form. Dress nicely you want I to. I want you، أنا أريدك. بعدين نحط على طول to بعدها الفعل. dress nicely تلبس بطريقة جميلة. shopping to you go I'd like. I'd like you نحفظها زي ما هي نص. I'd like you بعدين نحط to بعدين الفعل مجرد. to go shopping نبغاك تروح تسوي. Okay, have a nice day. Thank you for listening for me with you in Asr Qureshi. Goodbye.